العطاء وخدمة الآخرين هو عنوان أكيد يلي عملوا جهد على تحقيقه وسخروا أنفسهم بسبيل خدمة أسر من ضحى بنفسه ليبقى الوطن، فكانت أسر وعائلات الشهداء في عيونهم. أكيد ليا، عم نحكي عن مؤسسة الشهيد يلي عم تقوم بالعديد من الفعاليات والنشاطات اليوم، مشاركتها ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 59 لحتى تدعم أسر الشهداء. لنتعرف أكثر عن المشاركة معنا السيدة حلا أحوش، مديرة مكتب مؤسسة الشهيد في وادي النضارة، وحاليا هي المشرفة على مشاركة المؤسسة بشكل عام بالمعرض. بدنا نقول لك بونجور، يسعد صباحك. صباحكم، يسعد صباحكم يا رب. من ياسمين الشام، اهلا وسهلا. يا حلا، واكيد بدنا نتاسف منك على التاخير، ولكن حدا ناطرك اكيد بالمؤسسه بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. وانا بدنا نسعد صباحكم اكيد. هلا بالبدايه خلينا نحكي عن المشاركه، يعني هلا من شوي كنت عم تقولي لي انه صار لكم من الاحد هون عم تحضروا ثلاث اقسام مشاركين. خلينا نحكي عن التحضيرات، عن الفريق يلي معك، وعن يمكن الشيء اللي مشاركين فيه. الحقيقه مؤسسه الشهيد في عندها معمل لمؤسسة الشهيد لإنتاج الألبسة. الألبسة نحن عندنا مدني وعندنا عسكري، ألبسة أولاد، بنات، صبايا، شباب، رجال، يعني ألبسة متنوعة. والحقيقة منتجات المؤسسة هي أسعارها جدا مقبولة ومدروسة ونوعية بنقدر نقول عنها جيدة جدا، وإن شاء الله عقبال ما تصير الممتازة أكثر. المعمل الحقيقة هو في بيشتغل فيه أكثر من 200 عامل وعاملة من أسر الشهداء والجرحى، وريعه كمان لأسر الشهداء والجرحى. مشروع كبير، مشروع حلو كتير لفرص العمل. والحقيقة صار هلأ عنا ثلاث مشاغل كمان موجود عنا، مشغل بحلب ومشغل باللاذقية ومشغل بدمشق. كمان اللي بيشتغل فيه من ذوي الشهداء والجرحى، وأيضا ريعه لأسر الشهداء الشريحة اللي هي مستهدفة من قبل مؤسسة الشهيد. الحقيقة نحن وصلنا يوم الأحد جهزنا من معملنا المنتجات اللي بدنا نعرضها. نحن عندنا ثلاث أقسام، عندنا قسم بالقسم برقم 26 النسيجية الصناعة. الحقيقة هو اللي قدمت لنا إياه غرفة صناعة حمص، وبوجه لها الشكر الكبير لدعمها وثقتها بمؤسسة الشهيد وبإنتاج مؤسسة الشهيد. وعندنا جناح ضمن جمعيات عمرها القليل ومفعولها الكبير يمكن. ايه صح صح، يعني هي تقريبا المعمل بال 2014، يعني وخلال هالفترة الزمنية المقدر بسيطة وظروف الحرب والأوضاع، بس الحقيقة مشاركين كان بقوة. فعلا مشاركين بقوة. هذا جناحنا هو للعرض بمنتجاتنا. عندنا جناح ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن جناح الوزارة أيضا، وأيضا عندنا جناح مبيع بسوق صناعة حلب، وبتشكر كمان غرفة صناعة حلب لدعمها لنا ولمتابعتها لأمورنا، خصوصي بالإنتاج، إنتاج الوطني اللي نحن. وهي الفكرة الأساسية طبعا، الإنتاج الوطني 100% أكيد. لازم نحن كلياتنا، كل المؤسسات وكل القطاعات تدعم، والحكومة تدعم الإنتاج الوطني. إنتاجنا رغم الظروف، رغم الحرب، رغم كل الأوضاع اللي نحن فيها، في إنتاج وطني كبير. هذا اللي بيلاحظه الزائر لما يدخل على معرض دمشق الدولي إلى الجناح الجمهورية العربية السورية فعلا. المنتج السوري عم يتصدر يعني من جميع القطاعات والمؤسسات. قديش اليوم مهم هي المشاركة بمعرض دمشق الدولي لما نقول صناعة سورية بامتياز 100%؟ في يمكن رسالة نبيلة وهدف نبيل عم تقوموا فيه؟ الحقيقة هي رسالتنا، إحنا إنتاجنا وطني بإيد وطنية بإيد أهالي شهدائنا اللي نحن بنترحم على ارواحهم، لارواحهم السلام الصمود. في عنا شهداء احياء، في عنا جرحى، الشغل بايدهم، يعني هن اللي عم بيشتغلوا، هن اللي عم بيخيطوا، هن اللي عم بيقصوا، هن اللي عم بيدرزوا، هن اللي عم بيشتغلوا بيضحوا بفلذات اكبادهم. هدول هن اللي هلا بمعملنا اللي قدموا اولادهم وابنائهم، وحتى الزوجه اللي عندها اولاد صغار اللي هي عم تشتغل بهي الظروف القاسية والصعبة، بس مؤسسة الشهيد معهم عم يشتغلوا انه لا احنا بدنا نشتغل. نحن قدمنا ارواح للبلد، كيف ما نكون نحن نقدم تعب وجهد لهالبلد يعمر من جديد. لازم نكون كلياتنا ايد وحده لانتاجنا،
لبلدنا الحقيقه. وقت لفت على المعرض ما بعرف شو بدي اقول. كنت عم تحكي تحت الهواء قديش كان في شعور، كنت عم تحكي تحت الهواء والله قديش كان في جماهير. ايه انه هلا قديش في تفاعل وقديش انه ما بتصدق. هلا كنت عم بقول لها ليا هلا بشوي عم تقولي لي ليا كنت عم بقول لها انه عن جد انا وقت اللي فت على المعرض ويوم الاحد يعني يوم الاثنين الصبح الحقيقه ما قدرت ما الدمعه تنزل من عيني، دمعه الفرح جد. العالم ما بتصدقي كيف كانت عم تنقل بضاعتها، يعني كيف ما عم يستنوا حدا يركب الرف ولا حدا يجهز الستاند. العالم هي اصل المنشآت، هن اللي عم يركبوا عم يشيلوا عم ينقلوا البضاعه. كنا عم نبقى من الصبح لاخر الليل والعالم كلها مبسوطه، العالم تعبانه بس مبسوطه، الفرح الامل الحب لهذا الاندفاع لهذا الشيء. سوريا غاليه كثير، العالم كلها كانت مبسوطه بمعرض دمشق الدولي. اكيد كتير. اكيد فرحه نصر واكيد دمعه نصر أكيد. بجهود ابطالنا يلي نحن اليوم بفضل جهودهم وارواحهم نحن اليوم الرايات اللي كانت عم بتترفرف. هي رايات النصر بكفي الضحكه والرياح بصمود شعبنا صحيح. بصمود جيشنا الاسطوري البطل يلي هو اللي خلانا نعمل معرض دمشق الدولي أكيد. هو اللي خلانا نكون كلياتنا موجودين هون. فرح الامل الحب للبلد الانتصار سوريا منتصر. اكيد حماة الديار عليكم سلام. نحن متواجدين اليوم بفضل تضحياتهم وانتصاراتهم أكيد. اكيد نعم. هلا خلينا نتعرف اكثر يمكن بهي المشاركه وبهالاعداد الهائله من الزوار يلي اجت امبارح واكيد ناطرينهم خلال ايام أكيد. المعرض لحتى يجوا يتفرجوا على الاقسام ويتفرجوا ايضا ويشتروا من منتجات مؤسسة الشهيد. هي المنتجات ري على مين رح يروح، ويمكن من بعد المعرض كيف رح يتم التعامل مع مبيع هي البضاعة؟ الحقيقة مثل ما قلت لك انه نحن عندنا ثلاث أقسام، قسم من الأقسام هو مبيع يعني قسم كامل هو للمبيع. نحن مثلا عندنا قسم النسيجية هو عرض يعني، وطبعا البروشورات والكروت يندلوا العالم على اقسامنا على محلاتنا. الحقيقه كمان بدي اقول لك انه غير المعمل والمشاغل نحن عندنا خمس صالات مبيع بالمحافظات السوريه، عندنا بالوادي بمرمريتا، عندنا بحمص، عندنا بدمشق، عندنا باللاذقيه، عندنا بصافيتا، بحلب. الحقيقه منتجاتنا موجوده، اسعارها مثل ما قلنا يعني اسعارها جدا نعم. مقبوله ومدروسه ليستفيد منها كل الموجودين. الحقيقه بيجوا يتفرجوا بيشوفوا بيقولوا لي ضبي لي هاي القطعه، فانا بضحك وبقول لهم هاي للعرض، بعطيهم عنوان الجناح الموجود بالمعرض. والحقيقه فعلا عم بيروحوا يعني انا بتواصل مع الصبايا المستلمين الاقسام بيقولوا لي جانا من عندك انه شافوا وعم بيشتروا منتجات حلوه ومثل ما بيحبها كل العالم يعني من الموضه ومن الموجودين من الجينز من التيشيرتات القطن من الجيليات البيجامات ولادي رجالي للصبايا كله وحتى عندنا العسكري. نحن عندنا بدلات عندنا فيلدات وعندنا بدلات عسكريه لكل الجيش العربي السوري الله يحميه يا رب يا رب. طيب اكيد خلينا نحكي عن التفاعل بين بعض، كيف كنت التحضيرات؟ كنت عم تقولي الكل كان عم يشتغل ايد بايد، كيف كان يعني كنا عم نشوف يمكن الفرحه بعيونك قديش سعيده انه كان في تشاركيه كتير. وفي دعم كتير. في يمكن الكبير والصغير عم يوصل الليل بنهار على مدار ال 24 ساعه لتكونوا متواجدين بمعرض دمشق الدولي. الحقيقه الشيء انه نحن بالمعرض في كثير نحن ما بنعرف بعضنا يعني اللي جاي من حلب واللي جاي من حما واللي جاي حتى من دمشق من حمص، يعني مجرد انه اول يوم فتنا بلشوا الكل نتعرف على بعضنا، حضرتكم مين نحن كذا، عرفتي الشركات شو مشاركين وحتى اللهفه على البعض، يعني اللي ناقصه غرض عرفتي كيف؟ القسم الثاني جاره انه بيلزمك بدك شغله الفلانيه عرفتي كيف؟ بدك لزقه بدك شيء تكرم عينك بنعطيك. المحبه بين الشعب اللي انا لمستها امبارح بمعرض دمشق الدولي جد بفتخر فيها. الشعب السوري لهلا سوري سوري اصيل، لهلا اسا عنده اللهفه والطيبه والمحبه ومساعده البعض، حتى لو كنا ما بنعرف بعضنا بس نحن سوريين بالاول بالاخر نحن سوريين. واللي جمعنا بمعرض دمشق الدولي محبه البلد، محبه ارض هالوطن الغالي اللي نحن بدنا ندافع عنه لاخر لحظه. هي بلدنا
بلدنا سوريا هاي، سوريا الكرامة والعزة والسلام والمحبة. بقى ما بقدر أوصف لك الشعور كتير شعور حلو الحقيقة. بتتعبي يعني، إذا بقول لك ما أنا عم نتعب، لا عم نتعب، بس تعب الفرحة يعني الفرحة هي بتنسيكي أي تعب. إذا بتشتغلي 48 ساعة وأنت واقفة وما بتنامي ما بتاكلي ما بتشوفي تفاعل الناس فعلاً. أنا اليوم ما أكلت مرق النهار، إيه عم ننسى ناكل إنه لا لا، نحن بيهمنا اللي عم نعمله اللي عم نشتغله، وخصوصي نحن مؤسسة الشهيد بيهمنا هي الرسالة الرسالة اللي عم بتقدمها مؤسسة الشهيد. لما تشوفي يمكن رد فعل الناس وتفاعلهم هذا قديش بينعكس كثير يعني، حتى على انه مؤسسه الشهيد انه انتم عندكم هيك، يعني احنا عندنا هذا المونتاج وبايدي اهالينا، بايدي ابناء شهدائنا، بايدي امهاتهم. اي يعني بنحكي انه انا هاي الكنزه، هاي البيجامه، هاي ام شهيد درزت وعملت وخيطت وجهزتها لحتى تبيع لتعمر سوريا. أكيد. هلا خلينا نفوت بتفاصيل المؤسسة، يمكن كنت معنا بحلقات قبل وقت كنا بمهرجان الوادي أكيد مزبوط. ولكن خلينا نرجع يمكن نذكر المؤسسة، يمكن عم تذكري أنه أبناء شهداء أمهات شهداء هن يلي عم يشتغلوا هاي القطع من يمكن 2014 لهلأ، يوم عن يوم عم تتطور الشغل المشاغل طبعا. وأكيد عم يتطور المنتوج هاي السوري. أكيد. خلينا نحكي عن آلية العمل أكثر ونتعرف. هلا الحقيقة آلية العمل كبداية يعني بتبقي تمام كبداية إنه عم تبلشي أنت شوي شوي. الحقيقة صار في تدريب كوادر على الخياطة، على القص، على حتى على التصميم، حتى على الديزاين. عم نقدر نجيب خبرات ل يعني عالم تدرب، عرفتي أشخاص تدرب لحتى نستفيد من خبراتهم، حتى أحيانا ممكن نفتح مجلة، ممكن نفتح إنترنت، نشوف موديل حلو بيناسب الأذواق. نحن عنا مصممين، عنا العبيد اللي بيقصوا، عنا القوالب، بدنا نعمل هالموديل. عم نمشي مع السوق، عم نمشي مع متطلبات العالم، الناس شو بتحب هلا، شو حتى بنسأل الألوان، الألوان هي بتناسب، هي حلوة، هي القصة، في كوادر، في خبرات، في تدريب. طب كيف إذا أي حدا يمكن حابب إنه يكون أو يشتغل بمؤسسة الشهيد من ذوي الشهداء، كيف يتواصل معكم؟ الحقيقة نحن دائماً عنا صفحة، حتى لو ما عنده الخبرة أنتم بتأمنوا له دورات طبعاً بنعمل له التدريب، بيتدرب بكادر يعني، حتى لو ما بتعرف تشك الإبرة أو الخيط بالإبرة أو تدرس، في مين بيدرب لحتى هي شوي شوي تشتغلوا. فعلا هذا اللي صار يعني، كانوا في كثير منهم انه نحن يمكن نعرف زر، ممكن ندرس، ما بنعرف نقعد ورا ماكينه. والحقيقه ما شاء الله يعني اذا بتزوري معملنا رائع جدا. اكيد يعطيكم الف عافيه، تشرف بزيارتكم، يعطيكم الف عافيه. خلينا نحكي عن الافرع، عندكم عده افرع بعدد من المحافظات، في يمكن مشروع تفتحوا كمان ببعض المحافظات الاخرى ان شاء الله اذا الله راد. هلا نحن المعمل الاساسي بحمص والمعمل الكبير، والحقيقه عندنا مثل ما ذكرت انه عندنا مشاغل بحلب وبحمص وباللاذقيه، وعفوا بدمشق، دمشق وحلب واللاذقيه غير معملنا اكيد. ونطمح انه يفتح، لانه هذا اول شيء انت عم تعملي فرصه عمل يعني، المشروع اللي انت بتقدمه مؤسسه الشهيد انت عم تاهلي طبعاً. لفرصه عمل وتمنحيه يعني، هي نقطه كثير مهمه. انت عم تعملي فرصه عمل لاهالي الشهداء والجرحى، وبنفس الوقت انت عم بتبيعي منتوجك، بنفس الوقت هذا كله ريعه لاسر الشهداء. نعم. ويعني حاليا حتى الكل هلا عم فكر انه نحن بحمص يكون ما بس محل واحد للمبيع، صاله وحده للمبيع، حمص كبيره ممكن محل واثنين وثلاثه، لاذقيه نفس الشيء، الشام نفس الشيء، لان العالم عم ترغب لمنتجاتنا والحقيقه عم تحبها. نعم. عم تحبها لترتيبها وصناعتها يمكن لمستي واسعارها، لمستي هذا الاقبال هون بالمعرض للمنتج يعني عم تفاجئ انه هي هيك حقها يعني ايه. بعد في هيك قال انه هي حقها. حتى هلا بيوم المعرض يعني نحن بعد ما جبنا البضاعه وشحناها من معمل حمص واجت على الشام، الحقيقة بيتصلوا فيي إنه نزلت بضاعة مدرسية، قلت لهم يا ريت تجيبونا، قال جبنا لك يعني بدون ما تقولي لنا نحن جبنا لك بضاعة المدرسة. والحقيقة بعد التجهيز عرضنا، نحن نزلنا بدلات وبلاطين ومصان زهر ومصان زرق لطلاب المدرسة. نعم. وحتى المرايل
كمان الابتدائي. يا سلام. هلا هلا يمكن من كان لكم مشاركه بمهرجان القلعه والوادي مزبوط. وايضا من قبلها كان في لكم مشاركه بفعاليات كثير كبيره كمان وعديده مزبوط. واليوم بمعرض دمشق الدولي، ما بعد المعرض وين رح تكونوا موجودين او شو هي المشاركات؟ لانه اكيد هيك انتاج وهيك جهود ممنوع ترتاح. اكيد الحقيقه ما بدنا نرتاح، وبدنا مؤسستنا اسات تقدم اكثر وتكبر اكثر ان شاء الله، ونحن بقيد دراسه اكثر من مشروع لحتى نساعد اكثر نكون نحن شعارنا خدمه الشهيد في اهله. يعني هذا شعارنا، شو بنقدر نقدم، شو بنقدر نساعد. طبعا انتم حكيت لكم قبل بمره عن المؤسسه، ما بس معمل مؤسسه ومنتجات البسه، نحن عندنا مثل ما حكينا قبل، نحن عندنا الخدمه الاسعافيه، عندنا سيارات الاسعاف، عندنا مجمع الطبي بحمص، عندنا مجمع المشرف الطبي، عندنا صيدليات، في عندنا كثير خدمات، فعاليات للاطفال، الدعم النفسي، التدريب على الكمبيوتر، المشاركات، تدريب الاسعاف المدني، الطوارئ. يعني المؤسسه عم تقدم اكثر من مشروع، واي فكره الحقيقه يعني نحن بيطلع معنا فكره انه فينا نعمل هذا، لو فعاليه بنقدم خلالها مشروع، لو كان ثقافي، لو كان فني، بتحسي انه انت عم تقدمي. نحن عملنا فعاليات لحضور افلام وطنيه الاستاذ باسل الخطيب، الاستاذ نجده انزور، وكان تحت رعايه مؤسسه الشهيد، والحقيقه لقيت اقبال كثير. اكيد حلا احوش، بنتمنى لكم التوفيق، بدنا نشكركم على الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، بتمنى التوفيق لكل كادر مؤسسه الشهيد، وتحيه لكل فرد. جهود كثير كبيره عم تقوموا فيها، رساله كثير نبيله، فاكيد بدنا نشكركم. متخيلين على مؤسسه الشهيد من الكادر الاداري والموظفين المتطوعين. اللي نحن بنعتز ونفتخر اكيد الشباب والصبايا المتطوعين الموجودين بفريق مؤسسة الشهيد. جدا رائع. أكيد حلا بشار أحوش، نحن كثير بدنا نتشكرك، السيدة السورية الحمصية الجدعة يلي عن جد لك بصمة، يعني مثال عن المرأة السورية. هذا شرف. شكرا كثير لك، تحيتنا الكثير كبيرة من القلب لمؤسسة الشهيد، موفقين يا رب. شكرا كثير لك.